أول طالق من بيبي عن محمد صلاح ومنتخب مصر وعدم تواجدهم في كأس العالم. وليد الركراكي يصدم محمد صلاح ومنتخب مصر بتصريح غريب بعد مباراة اليوم. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. أول طالق من بيبي عن محمد صلاح ومنتخب مصر وعدم تواجدهم في كأس العالم. تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزية عن جزء من رحلته واحترافه في سلسلة جديدة من فيديوهات إنتاج جي كيو سبورتس بعنوان رحلة بطل. في كل حلقة سيشارك هؤلاء النجوم العالميون تجاربهم الحياتية. بالنسبة للبعض كانت التحديات عقلية للآخرين جسديا أو روحيا، وقال صلاح: أحاول دائما معرفة المزيد وأعرف دائما ما يمكنني تحسينه، وأنا منفتح جدا مع نفسي لمعرفة ما أريد تحسينه. وأضاف: أحاول فقط أن أكون سعيدا طوال الوقت، وأحاول دائما تغيير ما أفكر به حتى أكون سعيدا وممتنا لكل ما لدي. أنا فقط أشعر بأنني محظوظ لوجودي حيث أكون، وأحاول فقط الاستمتاع به. وتابع بالحديث عن لعبة في عدة دول أخرى: لقد لعبت في 4 دول مختلفة، وأحاول دائما التكيف مع الثقافة. كنت في مصر ثم ذهبت إلى سويسرا، إنها ثقافة مختلفة تماما. لم أستطع التحدث باللغة الإنجليزية هناك، كان علي أن أتعلمها. وليد الركراكي يصدم محمد صلاح منتخب مصر بتصريح غريب بعد مباراة اليوم. تغنى ليندريز مساعد مدرب ليفربول يورجن كلوب بالنجم المصري محمد صلاح خلال معسكر الفريق في دبي استعدادا لاستكمال الموسم بعد نهاية كأس العالم قطر. وقال ليندريز في تصريحات إلى ذا ناشونال: محمد صلاح هو الرجل الذي يخرج من منطقة راحته، لا شيء جيد يحدث في منطقة الراحة. رحل عن مصر ولم يكن الأمر سهلا، الكثير من الانتكاسات، ومع الوقت وبشخصيته أصبح قائدا في رأيي ليس مجرد قائد على أرض الملعب ولكن أيضا في غرفة خلع الملابس. وأضاف: إنه مثال للعالم كيف يجب أن يكون القائد، كيف يتعامل مع المواقف. نحن فخرون حقا بأنه مدد تعاقده وأنه معنا وأنه أحد قاداتنا. أنا أنظر إليه دائما، فأنا دائما ما أراه يتدرب جيدا. وتابع: إذا رأيت محمد صلاح فهو يركز من الدقيقة الأولى مع التدريب حتى اللحظة الأخيرة، ويظهر مهاراته في المراوغة. لا يمكنك التنبؤ بما يمكنه القيام به، هو قائد ويتحدث مع الأطفال الصغار. لا يمكنني إلا أن أقول ذلك، حتى الآن جيد جدا. ويستعد ليفربول لخوض مباراتين وديتين أمام ليون الفرنسية وميلان الإيطالية قبل العودة إلى المنافسات المحلية ومواجهة مانشستر سيتي في كأس الرابطة. شاهد دي ماريا يعلق على تصرف محمد صلاح نحو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. تشير تقارير إعلامية إلى أن كونسورتيوم مشترك من المملكة العربية السعودية وقطر قد يتقدم بعرض لشراء نادي ليفربول بقيمة 4 مليار دولار. مستثمرون من السعودية وقطر اتفقوا على التعاون في محاولة مشتركة لتقليل فرص الوقوع في حرب مزايدة باهظة الثمن للنادي الأكثر نجاحا في كرة القدم الإنجليزية. جاء ذلك بعد أن عرضت مجموعة في نواية رياضية الفريق للبيع الشهر الماضي. وعلى الرغم من أنها قد تفكر في بيع حصة النادي، إلا أن البيع الكامل سيكون خيارها المفضل. وهذا التوجه يمثل علامة على تحسن العلاقات بين السعودية وقطر في مايو أيار الماضي، وتم بيع تشيلسي مقابل 4.9 مليار دولار. لكن بعض المحللين توقعوا بالفعل أن يجلب ليفربول سعرا أعلى. وقال كونراد ووتشيك رئيس قسم التحليل الرياضي في جلوبال داتا: قد يصل بيع ليفربول لأكثر من 5 مليارات دولار، حيث يحقق النادي أكثر من 160 مليون دولار من صفقات الرعاية الخاصة به بالموسم 2022-2023. يعد نادي ليفربول أحد جواهر التاج الرياضية العالمية، وسيحقق بيع ربحا للمجموعة حيث أنها قامت بشراء النادي مقابل 300 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 478 مليون دولار في ذلك الوقت في عام 2010. بالتالي فإن إعادة البيع بأكثر من 4 مليارات دولار سيمثل ربحا كبيرا. هل يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أغلى اللاعبين أجرا ماركة تحدد ترتيب محمد صلاح؟ وجاءت قائمة اللاعبين الأغلى أجرا في العالم وجود محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزية وقائد منتخب مصر في المركز الخامس بين اللاعبين الأكثر أجرا في العالم. ونستعرض معكم قائمة أغلى 10 لاعبين أجرا في العالم. جاءت المرتبة العاشرة من نصيب اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين،
لاعب مانشستر سيتي صاحب 31 عاما والذي يبلغ أجره 23 مليون يورو. ثم حصل الإسباني أندريس إنيستا صاحب 38 سنة على المركز التاسع بعد وصول أجره نفس الأجر لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين 23 مليون يورو. ويأتي البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد في المركز الثامن بعد تقاضيه أكثر من 25 مليون يورو. وقد أعلن صاحب 31 عاما اعتزاله الدولي من يومين وبعد خروج منتخبه الوطني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 الجارية في قطر حاليا. وأيضا يحتل البولندي ليفاندوسكي مهاجم برشلونة وصاحب 34 عاما المركز السابع لبلوغه أجره أكثر من 25 مليون يورو، وهو نفس أجر البلجيكي إيدن هازارد. أمنيك يقدر محمد صلاح كثيرا والاتحادات الوطنية في أفريقيا ضوضاء فقط. أكد إيمانويل أمنيك أسطورة الزمالك ولاعب برشلونة السابق احترامه وتقديره للدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، مشددا على أن قارة أفريقيا في حاجة لتطويره على مستوى الاتحادات الوطنية. وقال أمنيك في تصريحات تلفزيونية: الاتحاد الأفريقي لديه خطط من أجل تطوير المسابقات في القارة بشكل عام، ولكن لا بد من التنسيق مع الاتحادات الوطنية داخل القارة. وختم: عندنا لعيبة كتير مميزة في أوروبا منهم محمد صلاح اللي أنا بحبه جدا وبحترمه جدا، لكن لازم الاتحادات الوطنية في أفريقيا تساعد اللعيبة ويبقى في تطور وخطة واضحة لتطور اللاعبين الأفارقة. من طراز فريد تشافي يعلق لأول مرة على إمكانية تعاقد برشلونة مع محمد صلاح. علق تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسبانية عن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب المصري الوطني ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزية. وقالت تشافي في مقطع فيديو مع اليوتيوبر المصري عمرو نصوحي عن محمد صلاح: إنه لاعب كبير ومميز ومن طراز فريد. وأضافت تشافي مازحا بعد سؤاله عن إمكانية تعاقد برشلونة مع صلاح: والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب عدم وجود محمد صلاح في مونديال قطر؟ لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.